السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام والمواضيع الأبرز اللي راح نتابعها مجددا. حياكم الله بهذا التطور المهم بخطوات إنهاء الأزمة وأحداث العملية السياسية المتسارعة اللي سعى من خلالها رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بحرصه على تقديم كابينته الوزارية خلال المدة الدستورية المقررة 30 يوم من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة، بالتالي البدء بمهامه وتنفيذ منهاج الحكومة اللي تعلقت بآمال المترقبين لحكومة الخدمات الجديدة. وقفة الاختلافات السياسية بتقسيم الوزارات أمام تقديم الكابينة، وكما وصف المراقبون هذا النزاع بالغنائم الانتخابية من أجل مصالح الأحزاب. لكن في كل الأحوال يشوف الخبراء أنه هذا الصراع ما يستمر لوقت طويل، خصوصا بعد ما فوض السوداني الكتل المختلفة على تقديم أسماء مرشحيهم ليتركوا حرية الاختيار إلى الجانب الآخر من حصادنا لهذه الليلة مشاهدينا. راح نتحدث على مدار هذا الأسبوع وفي مختلف الأيام تعاني العاصمة بغداد من زخم مروري شكل عبء ثقيل على الموظفين والطلاب والكسبة وغيرهم في الوصول إلى مقاصدهم، ما يضطرهم عادة إلى استباق مواعيدهم بساعة أو ساعتين أحياناً. بالغالب حتى هاي الخطة الاحتياطية والحلول الآنية ما تنفع في كثير من الأحيان، وفي هذا السياق فأن المشاريع اللي تفكك هاي المعضلة المؤرقة للعراقيين تبدأ من استحداث طرق سريعة قادرة على ربط مشارق العاصمة بغربها وجنوبها بالشمال، وكذلك العكس هو الصحيح عبر الدوائر الحلقية لتجاوز دخول الشاحنات والعربات في الشوارع الداخلية وتسببها باختناقات مرورية، فضلا عن فوائد استفادة يلمسها المواطن فائدة أخرى. مشاهدينا خلونا في هذه الحلقة نفتح هذين الموضوعين المهمين ونناقشهم مع ضيوفنا في هذه الحلقة، تفضلوا بالبقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله. تحديات كبيرة اليوم تواجه الحكومة الجديدة وبالأخص تشكيل الكابينة الوزارية بعد ما أخرتها الاختلافات بين البيوتات السياسية بالوقت اللي فوض الإطار الشيعي رئيس الوزراء المكلف حرية اختيار كابينة الوزارية لما رأى منه تجارب سابقة بإدارة مؤسسات الدولة وكذلك قدرته على احتواء الأزمات وتحمل المسؤولية في المرحلة المقبلة. خلونا نفتح هذا الموضوع لكن بعد أن نتابع تقرير زميلنا علي حبيب. عفوا نهى الشمل. بعد انزلاقات المرحلة العصيبة التي مر بها البلد وفقدان التشكيلات الإصلاحية الحقيقية المبنية على تأسيس دولة قوية ومنهاج حكومي رصين، جاءت حكومة محمد شياع السوداني خدمة لمصالح البلد، لكن التحديات وفرض الإرادات حاضرة في طريق هذا المشروع الحكومي، وكما يعبر المراقبون أن الأهداف وراءها تأخير تشكيل الحكومة. هناك بعض المعرقلات، يعني نلاحظ أنه البيت السياسي الكردي هناك عناد واضح وتشنج في هذه المواقف من خلال محاولة فرض شخصيات وأسماء معينة على وزارات معينة، عكس مثلا الموقف السياسي للكتل السياسية الشيعية التي أعطت المرونة الكاملة للسيد محمد شياع السوداني في اختيار من يراه مناسبا للوزارات المحسوبة للإطار التنسيقي، فبالتالي هذه المرونة للأسف لا تتواجد في باقي الكتل السياسية تحديدا الكردية والسنية. سفينة الحكومة الجديدة تبحر بجناحي العزم على حقيقة إصلاح المنظومة السياسية والإرادة القوية بجعل الكابينة الوزارية وفقاً للتخصصات والكفاءات، بعيداً عن التحزبات التي تروم إليها بعض الكتل والتي تعيد البلد إلى مرحلة الانشقاقات داخل البيت السياسي، وذلك بتقسيم الوزارات وفقاً لرؤيتها الخاصة وتحت ذريعة الاستحقاقات الانتخابية. هنالك تحدي كبير جداً أمام السيد السوداني في اختيار كابينة الوزارية ضمن رؤية الكتل السياسية التي لديها حصص في كابينة الوزارية بعنوان الاستحقاق الانتخابي. الإصرار على طرح أسماء مجربة بالفساد مرفوضة ضمن المنهاج الحكومي الجديد الذي خطط له خارطة ترتيب الأولويات بما يخدم مصالح الشعب وتنفيذ خدماته التي طال انتظارها. ضرورة الإسراع لتشكيل الحكومة الخدمية بتقديم الكابينة الوزارية مطلب شعبي وسياسي لخلاص البلد من أزماته المتراكمة. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه، ارحب بضيفي الكريمين في الاستوديو، الاستاذ حيدر رشيد الباحث في الشان السياسي، حياك الله استاذ حيدر ضيفا كريما، وكذلك ارحب بالاستاذ صباح زنقنه رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين، حياك الله استاذ صباح. اهلا وسهلا استاذ صباح. خلينا اليوم نتحدث عن التفويض للمكلف. اكو امور فوض بها الاطار الشيعي مكلف رئاسه الوزراء لحريه الاختيار، بعض الاطراف لربما ما عملت بهذا التفويض، خلافات اختلافات حتى بين تلك الكتل، هذا الموضوع ايش قد من الممكن انه يأخر لنا تقديم الكابينه الوزاريه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولضيفك الكريم ولكل متابعيكم. يعني اعتقد انه مثل هذه الخطوه هي تعتبر خطوه مهمه جدا لاعطاء رساله طمأنه الى المواطن اولا قبل رئيس الوزراء المكلف ان الاوضاع السياسيه تسير على ما يرام. باعتبار أنه هذه الأزمة التي حصلت، نعم، ظهور سرقات وأموال كبيرة بالمليارات، حطمت آمال المواطنين على أنه كل من سيأتي سوف يكون على هذه الشاكلة، وكلما كانت عملية التأخير في هذا الإطار ستنعكس سلبا على واقع المواطن العراقي، وأيضا ستنعكس سلبا على الحكومة. وأعتقد جازما أنه إذا حصل، أنه إذا كانت وراء هذه السرقة الكبيرة حيتان تمثل قيادات، فهم سوف يحولون دون تشكيل الحكومة أو يعوقون تشكيل الحكومة حتى يستفيدون من السقف الذي المدة الزمنية التي يستفيدون منها لكي يلملموا شتاتهم ويعمدوا إلى الهروب أو تغيير الإفادات المستقبلية فيما يتعلق بالأموال الضريبية التي سرقت. أما فيما يرتبط بمسألة إعطاء الأريحية من قبل الإطار إلى السيد الشيعة السوداني، طبعا الإطار هو ملزم بأن يعطي لي هذا السيد السوداني هذه النقاط، باعتبار أنه أخذ عليهم التعهدات من أنه سيكون يعني مخيرا في اختيار الكابينة التي تخصه. صحيح هم سيقدمون مجموعة مرشحين، وهو سيقدم مرشحين خاص به أيضا بغض النظر عن بقية المرشحين، يعني لا سيما أنه حصر الإطار أو فرض على الإطار أن تكون لديه أو يكون لديه ثلاث مرشحين، المرشح المتمثل لوزارة الصحة ووزارة الكهرباء وكذلك لوزارة أخرى لا تحضرني الآن، يعني ثلاث وزارات أعطاها أو طلب من الإطار أنه يكون هو له الحق في اختيار هذه الوزارات على ما أتصور وزارة المالية. وأما بالنسبة لأصل المشكلة اليوم، يعني المشكلة التي تؤخر من مسألة إعطاء الضوء الأخضر لإنهاء ملف تشكيل الكابينة الوزارية هي ظهور الصراع السني في داخل السيادة ما بين عزم وتقدم. حصلت مشكلة فيما يرتبط بوزارة التخطيط ووزارة الدفاع وغيرها من الوزارات، وهذه ربما ستحل خلال يعني اليومين المقبلين، قيل أنه يوم غد سوف تكون تشكيلة الكابينة وقيل أنه يوم الأربعاء. بالتالي مهما كانت الأيام فالأمر رهين بوجود رسالة طمأنة من قبل السياسيين إلى المواطنين بأن أن هناك بارقة أمل لإنهاء هذه الأزمات السياسية التي انعكست على الواقع الاجتماعي والصحي والواقع المالي في العراق. أستاذ حيدر جد حابب حضرتك، يعني عنصر الوقت لا زال عندنا الوقت، 30 يوم ما كملنا ثلثها، ولكن نتحدث عن هذه المناكفات وهذه المزاجيات السياسية راح تكون ضاغطة، نمتلك إحنا الأريحية في هذا الوقت بعد ما تمددنا سنة كاملة ماكو حكومة بعد الانتخابات، اليوم السابق ويا الزمن لو زمن أيضا عنصر خارج الحسبان. نعم، تحية لجنابك الكريم، مشاهديكم الكرام أجمل التحايا، السيد الضيف أجمل التحايا. حقيقة موضوع جدا مهم، تشكيل حكومة لا يخفى على السياسيين الباحثين طبيعة المجتمع العراقي يعرفون جيدا أن عملية تشكيل الحكومة هو أمر ليس بالسهل اليسير حقيقة. توجد هناك تحديات داخلية وتحديات خارجية، نتحدث عن التحديات الداخلية وبالخصوص عملية تشكيل الحكومة. أنا أعتقد من وجهة نظري السيد الشيعة السوداني هو ماضي بتشكيل الحكومة، لكن مثل ما ذكرت قبل قليل توجد تحديات، هذه التحديات إذا نحصرها هي خاصة بالأحزاب، أنت تعرف الأحزاب هي من ترشح هؤلاء الذين يشغلون هذه المناصب أو هذه الحقائب الوزارية. هنا وضعنا في مشكلة، ومشكلة حرجة جدا، باعتبار أنه السيد الشيعة السوداني تعهد أمام المجتمع العراقي وقال بالحرف الواحد أنا من أتحمل نجاح هذه الحكومة وإخفاق
هذه الحكومة. فإذا المهمة ترمى في عاتق الرئيس المكلف، من باب أولى أن تكون هناك سماح وأريحية لتشكيل الحكومة، وترمى الكرة في عاتق السيد الشاع السوداني حتى يتحمل ما قاله أمام الجمهور العراقي وأمام السياسيين العراقيين. المشكلة صعبة جدا مثل ما ذكرت قبل قليل، ليست بالهينة، ليست باليسيرة، يوجد هناك تصارع وتغالب على الوزارات وعلى الحقائب الوزارية. أعتقد الأخوة في الإطار التنسيقي حسموا هذا الأمر وخولوا السيد الشاع السوداني بالوزارات الشيعية، يحق له أن يختار ما يشاء من الأسماء التي يقتنع بها كشخصية ممكن أن تخدم معيار الوطنية، معيار الكفاءة، معيار التدرج الوظيفي، ممكن أن ينجح بهذه الجزئية. لكن توجد هناك مشاكل بين المكون السني والمكون الكردي، متى ما حسمت هذه المشاكل داخل المكون السني والكردي أنا أعتقد الحكومة راح تكون جاهزة. جزء آخر إذا خول بمعنى حقيقي، نتحدث بكل شفافية أمام الجمهور، إذا خول بشكل حقيقي السيد الشاع السوداني أنا أعتقد الحكومة ما تتأخر هذه المدة الزمنية اللي نوهت عليها. أستاذ صباح، دائما ما نبحث عن الأسباب أو ما وراء القصد، يعني ما دام أن برنامجنا تحليلي فهو ليس فقط معلومة وإنما نبني على التحليل. الإشكالات اللي جاي تحدث بين الكتل السياسية، سياسة فرض الأمر الواقع أمام المكلف، يعني هل المراد من خلالها أنه الحصول على مغانم سياسية، لو يراد عرقلة العملية السياسية برمتها ومن ثم نعود إلى خانة رئاسة الجمهورية لتكليف مرشح آخر؟ يعني أعتقد أنه اليوم عرقلة العملية السياسية ما عادت يعني تعطي نتائج مثمرة إلا في حالة واحدة كما أسلفت، بأن إذا كانت هناك حيتان كبيرة وشخصيات قيادات كبيرة ربما ستلقى وراء القضبان من حيث ما وجه به الرئيس الوزراء الجديد المكلف من أنه سيقوم بحملة كبيرة جدا، إذا عرفوا أنهم في ضمن دائرة الخطر فطبعا سوف يميلون إلى عرقلة تشكيل الحكومة وتشكيل الكابينة. أما لا، إذا كانوا معتبرين بأن المسألة هم بعيدون عن هذه الأمور، فندخل إلى النقطة الأخرى التي متمثلة من أنهم سوف يضغطون باتجاه المساومات السياسية، أنه إذا فرضتم علينا أو إذا أخذتم مثلا على سبيل المثال اختاروا وزير ألف أو باء، ألف يفرض على السوداني مثلا يقول له اختار لي ألف، لأن إذا أنت اخترت الباء يعني ستجد بأن في كل يوم نبرز الأخطاء ونبرز المشاكل. وطبعا تعرف أن وسائل إعلامية اليوم موجودة لدى القوى، لديهم وسائل إعلامية فاعلة وكبيرة جدا، ممكن أنها تؤثر في الرأي العام وممكن أنها تؤثر أو تغير من قناعات الجمهور باتجاه أن يحول الإنسان نزيه إلى لص وكذلك العكس. لهذا أعتقد بأنه مثل هكذا أمور موجودة إلى حد هذه اللحظة. أضف إلى نقطة أخرى أنه هناك تسريبات، وهذه التسريبات حقيقة لا نستطيع الجزم بصحتها ولا نستطيع أن نجزم وننفيها، من أن هناك وزارات بدأت الآن المزاد على هذه الوزارات وبأموال ضخمة، وقيل على وزارة الدفاع ما قيل. صحيح أننا كمحللين سياسيين نربأ بأنفسنا أن نعتمد على قضايا هي ليست واقعية، ولكن طيب نؤمن بقضايا تكون لدينا مستمسكات أو اعترافات. هنا أستاذ صباح يعني أيضا نبحث على جذر هذه المشكلة، يعني حتى نفهم أنه هذه الضغوطات السياسية مآلاتها شنو. نعم حتى عزيزي، نعرف أنه حجم الضغوطات اللي تمارس على المكلف، هل هي تريد أن تقف معاه تحصل على الكسب؟ يعني لأنه يعني نرجع إلى قضية تفويض الإطار الشيعي، لما يكون هناك تفويض هل هنالك كتل سياسية؟ إذا ما رجعنا إلى جلسة البرلمان، جلسة اختيار رئيس الجمهورية والتكليف، كان هنالك تأييد كبير، ليش هسه صار تراجع؟ هل هو مغزى الحصول على مغانم سياسية؟ لو راح نرجع إلى مآلات أخرى حتى نفهم على الأقل الوضع، 30 يوم شو راح نسوي بيها؟ يعني قلت لك يعني اليوم إذا خف ضغط الشارع، لاحظ اليوم التلويح بالعصا خير من الضرب به، عندما يكون الشارع يعيش بحالة حالمة ويقول بأن الأمور ستأتي على ما يرام، هذا سيفسح مجالا كبيرا للصوصية أن تقفز إلى السطح مرة أخرى ويمارسوا كل نشاطاتهم السابقة بل وأخطر. ولكن عندما يشاهدون العين الحمراء من قبل المواطنين الذين سيتوعدون الحكومة المقبلة أو سيتوعدون كل السياسيين من أنكم على شفا حفرة من النار في حالة لم تغيروا هذا الواقع على الأقل بنسبة
25 أو 50%، ولا نقول أن يأتوا بعصا موسى ويغير الواقع 100%. نعم. عندها سوف تكونون في حل من بيعتنا، وقد نفرط العقد الذي كان بيننا وبينكم عندما انتخبناكم. لكن عندما نقول المعارض أيضا عليه أن ينظر إلى القضية بنظرة مهمة جدا. أنا أتحدث عن المعارضة بشكل عام. المعارض قبل أن يعني بدأت قبل أيام في عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتسقيط رئيس الوزراء، وهو إلى حد الآن لم يفعل شيئا ولم يتسنم عمل ولم يخطو الخطوة الأولى. طيب. بالتالي لماذا أنا أحكم على الشخص وحتى القانونيين يقولون بأن المتهم بريء حتى يثبت براءته؟ لا أنا أشبه بالعكس، بريء متهم حتى تثبت براءته. نعم يعني طيب. البريء. صباح خلينا أقاطعك مما تفضلت به، أكو نقطة مهمة أرد أستفسر منها على من السيد حيدر. يشير السيد صباح زنقنة إلى أنه منهاج المكلف لربما يصطدم بأجندات سياسية أخرى، منها محاربة الفساد. لما الزلمة مشل هردانة ويريد يحارب فساد، هذا ما يرضى سين وصاد من الحيتان اللي سماهم أستاذ صباح. بالتالي هل من الممكن أن تكون هذه المعارضة وضع العصا في الدواليب هي ضمن المخاوف من اتباع هكذا استراتيجية؟ يعني كل ما تحدث به السيد الضيف هو واقعا متحقق حقيقة. محاربة الفساد كانت ضمن أولويات المنهاج اللي قدمه السيد الشيع السوداني، اللي متكون 23 نقطة: قطاع الصحة، الكهرباء، والخدمات البلدية. الفساد في العراق لا يخفى على أحد أنه هو فساد ممنهج وفساد مؤسساتي. أنا أعتقد السيد الشيع السوداني لو كتب له 4 سنوات أي دورة دستورية كاملة، ما أعتقد يحقق نجاحات كاملة أي بمعنى 100% في مجال محاربة الفساد، بس ممكن أن ينجح بنسب مئوية عذرا بهذه الملفات. ممكن أن ينجح بنسبة بالقطاع الصحي، نسبة أخرى بالخدمات البلدية، ونسبة بمكافحة الفساد. من أهم الأولويات اللي أولاها اهتمام السيد الشيع السوداني هي الخدمات. يريد يقدم خدمات للمجتمع العراقي. المجتمع العراقي يعاني الأمرين. واحدة من أهم الأمور التي تقدم كمنجز آني للمجتمع العراقي حتى يشعر بأريحية تجاه رئيس الوزراء المكلف هي الخدمات وممكن فرصة العمل. أما الملفات الأخرى أنا أعتقد تأخذ وقت وتأخذ الكثير من الآليات ومن العمل. مكافحة الفساد جدا مهمة، توجد هناك حيتان، يوجد هناك قادة سياسيين متورطين بالفساد الإداري والمالي. أنا أعتقد نقطة مهمة جدا لنجاح السيد الشيع السوداني مثل ما عبرت عنها قبل أيام هي الإدارة الرشيدة. كلما كانت هناك إدارة رشيدة توظف الحدث في مكانه الصحيح، أنا أعتقد راح يمضي وممكن أن يحد من عمليات الفساد اللي موجودة. ونقطة أخرى أن الوزير الذي يأتي إلى الوزارة ممكن أن يحد من عمليات الفساد أفضل بكثير من عملية تطوير الوزارة وما إلى ذلك من أمور. طيب أستاذ حيدر، يعني هذا ما تفضلت به. أستاذ صباح يتفضل أستاذ حيدر عن مكافحة الفساد لربما يشكل خطر أمام الحيتان اللي وصفتهم حضرتك، وهنا أنا أيضا راح نتحدث عن استراتيجية لربما يعني قال بها المتخصصون في مجال التخطيط الاستراتيجي وعلم النفس الاجتماعي. بالتالي هنالك استراتيجيات مورست من قبل الجانب الأمريكي منذ الاحتلال، خلينا نتحدث عن 2005، استراتيجية التطويع واختراق المجتمع وبعدين صفحة الإرهاب، وتتذكر ما حدث بها وصولا إلى مرحلة العولمة، وبدأنا نتحدث عن تظاهرات وغيرها، ووصلنا هسه مرحلة الوحش، يعني بعد راح نوصل إلى محاسبة الفاسدين والمفسدين الكبار. وهنا أيضا تغريدة للدكتور حنان الفتلاوي تقول بأنها هي الفرصة الأخيرة لنجاة ما يسمى بالخط الأول بعد قرابة 20 سنة من العقد. نتحدث عن استراتيجية أمريكية تطبق بالعراق، كيف تنظر إلى الأمر؟ يعني أنا أتفق معك كليا، لأن سؤالك جوهري ومهم. وأس المشكلة لدينا أن الولايات المتحدة عندما جاءت إلى العراق لم تأتي لكي تنهي أزمة، بل تدير أزمة وفقا لمشتهياتها ومتطلباتها والخطط الخمسينية وغيرها التي تضعها. نحن في العراق للأسف لا يتمكنون من وضع خطة خمسية، هم يبحثون عن الخطة الخمسينية والمئوية. كانت واحدة من يعني من أدوات تنفيذ هذه الخطة جعل العراق دولة هشة غير قابلة على النهوض بذاتها، هي فسح
أو فتح بوابات اللصوصية والسرقات لكل من هبوده. بدأوها بالمواطنين، ثم بعد ذلك فتحوا بوابات اللصوصية للسياسيين، عودوهم على أكل السحت ومال الحرام، هم اعتمدوا على الأشخاص الذين لديهم مؤهلات لصوصية وليس مؤهلات أنه يبتعدون عن هذه الأموال ويعتبرونها أنها جزء من الأموال العامة. عودوهم على هذا الشيء، وبعد ذلك أخذوا عليهم يعني لنقل مستمسكات جرمية تثبت هذا الأمر، حتى تم تطويعهم إلى الجانب الأمريكي. بالتالي هم لا يستطيعون اليوم أن يعني ينفكوا من الضاغط الأمريكي. نعم يفسح لهم المجال بأن يشتموا أمريكا ويسبوا ويلعنوا، ولكنهم لا يستطيعون الضغط أكثر من ذلك سياسيا. لماذا بقيت القواعد الأمريكية في العراق؟ لماذا تكون هناك قواعد تركية في العراق؟ هذه كلها تدخل في إطار المساومات والابتزاز التي أوجدتها الولايات المتحدة، التي حولت القوى السياسية إلى لصوص يلبسون الأربطة ويتكلمون بكلمات منمقة وجميلة. أعتقد بأنه مثل هكذا أمور هي التي دفعت من عدم اختيار الكفاءات. قبل قليل ذكر ضيفك الكريم تحدث قال عن التدرج الوظيفي، إلى حد الآن لم يضعوا وزيرا هو كان لديه تدرج وظيفي، ربما وضعوا شخص أو آخر ثم توجهوا إلى أسقاطه باعتبار هو لديه يعني التدرج الوظيفي. أما بالنسبة للكفاءات فهناك كفاءات من نوعين: كفاءة لديه خبرة في مجال عمله مشابه باللصوصية، وكفاءة لديه خبرة في عمله ولكن هذا يعمل بنزاهة. دفعوا النزيه وجاءوا باللص باعتبار أن اللص يستطيع أن يسترجع لهم الأموال التي دفعت في مقابل شراء الوزارات وغيرها. أعتقد أن اليوم الحملة خطيرة ستكون، مسألة مكافحة الفساد هي لا تقف على أعتاب وزارة وزارتين، لازم تصحيح المسار وتصحيح المنظومة السياسية من الأساس. إذا كان حتى الإنسان الذي ربما وقع في خطأ معين بوابات أبواب التوبة مفتوحة له، ربما السياسي، نقول ربما وهذا أمر مستبعد، السياسي اللص أنا أتحدث، لا أتحدث عن سياسي آخر يتعامل بوطنية حقيقية لا بوطنية فقط مجرد شعارات ليخفي ما يأخذ من الأموال واللصوصية. إذا كانت رغبة القوى السياسية بأن يغيروا واقعهم الفاسد السابق حين اعتمدوا على الفاسدين، فليعتمدوا اليوم على أشخاص الذين لديهم التدرج الوظيفي الذي يحمل النزاهة والكفاءة. وأيضا هنا أوصي يعني لرئيس، يعني نصيحة إلى رئيس الوزراء الحالي وليستمع إلى هاي العبارة، أنه أي شخص بعد أن يتم، أي وزير بعد أن يتم اختياره ويأخذ القسم ثم ينهي بالقسم، أن يكون هناك لديه قسم آخر مكتبي في داخل مع وجود المسؤولين، يقسم بالله وبشرفه وبكل معتقده أن لا يعمل لأي قوة سياسية وأن يعمل فقط في الإطار الوطني. لماذا؟ أولا لكي يحصن نفسه مستقبلا من أنه لم يكن جزءا من الحيتان الفساد. الشيء الثاني يدفع هذا الإنسان أن يواجه المخاطر هو بنفسه، فإذا كان هناك مدير عام أو مثلا وكيل وزير فاسد وهو لن يستفيد من هذا الإنسان باعتبار قد أعطى القسم، سوف يحيله إلى النزاهة ويحيله إلى التحقيق لكي يقطع يعني دابر الفساد. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ صباح زنقن رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين، أثريت الحوار في هذا الملف، والشكر كثير لحضرتك أستاذ حيدر رشيد الباحث في الشأن السياسي. نتحول وإياكم مشاهدي الأحبة إلى الملف الآخر وتتابعون فيه. مشاهدينا، عدة فوائد مستحصلة من مشروع الطريق الحلقي المحيط بالعاصمة بغداد، الأبرز بها تخفيف الازدحامات الخانقة اللي تشهدها الشوارع الرئيسة ومداخل المدن، وإيجاد فرص عمل خاصة مع قرب إحالة ضمن مشاريع موازنة العام المقبل. خلونا نفتح وياكم هذا الموضوع لكن بعد نشاهد التقرير الآتي. الطريق الحلقي الرابع المشروع الواحد لفك الاختناقات المرورية عن العاصمة بغداد، والحلم الذي طال انتظاره منذ سنوات يعاد إلى الحياة مرة أخرى بعد التصريحات الحكومية التي تحتمل إدراجه في موازنة 2023. بعد مناقشته أكثر من مرة وإنجاز الدراسة الاستشارية والجدوى الاقتصادية من هذا العصب والطريق الحيوي، والذي أدى عدم تنفيذه لسنوات عديدة إلى تغيير استعمالات الأرض وتحديد مسار ذكي آخر بما لا يتعارض مع الحقول النفطية والأماكن ذات القيمة الأثرية. مشروع الطريق الحلقي هذا مشروع أيضا جدا مهم واستراتيجي، يبلغ طوله 96 كيلومتر، راح يحيط بالعاصمة بغداد. هذا أهم مشروع راح تشهد العاصمة بغداد، راح يتم إنجازه على أربع مراحل. فالمشروع عبارة عن طريق دائري يحيط بالعاصمة بغداد وبطول 96 كيلومترا
وعرضه 100 متر فضلا عن محطات استراحة وخدمات للسيارات كل 12 كيلومتر وبكلفة مليار دولار، والذي يهدف إلى تنظيم حركة عجلات الحمل والمركبات القادمة من المحافظات ومنع دخولها إلى العاصمة عبر ربط الجنوب بالشمال والشرق بالغرب وبالعكس تماما. إنها خطوة من الخطوات التي ستحفز الاقتصاد العراقي، بالإضافة إلى أنها ستسهل عملية النقل البري ما بين بغداد والمحافظات وحتى داخل العاصمة بغداد، بالإضافة إلى ذلك سيخلق نوع من الاقتصاد المنتعش في المناطق والقرى التي سيمر بها هذا الطريق الحلقي. ورغم الفائدة المتمثلة بتخفيف الزخم المروري بنسبة 40% والمحافظة على الطرق من جهة أخرى، إلا أن هناك فائدة ستصاحب تنفيذ المشروع متمثلة بدعم عملية التنمية العمرانية وتوفير فرص عمل من خلال مروره بالعديد من مناطق العاصمة بغداد. علي حبيب، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريم السيد حيدر محمد مجيد على مديرية المرور العامة، أهلا بك سيادة المقدم، أهلا مرحبا بحضرتك. وكذلك ينضم معي عبر سكايب السيد محمد الزيدي الناشط المدني، وسينضم معي عبر الهاتف المهندس حسين جاسم مدير عام دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان، أهلا بكم ضيوف الكرام. أستاذ حيدر، نتحدث عن فوائد الطرق الحلقية، وإحنا صار لنا يعني أعوام ما حلينا مشكلة الزحامات داخل بغداد، وللأمانة مو لأنه حضرتك يعني ضيفنا، لكنه نشوف أنه المرور يقوم بواجبه وأزيد، ولكن يعني التحديات كبيرة، يعني حتى يوم العطلة اللي تقعد الدوائر ودوائر المرور المنتسبين ينزلون للشارع، الضباط ينزلون للشارع، وهذا شيء ملاحظ. أول شيء مساء الخير عليك أستاذ، مساء الخير على كل المشاهدين. طبعا أكيد إحنا كمديرة مرور عامة يعني مشخصين كل المعضلات اللي قاعد تواجهنا في حركة السير والمرور. الطرق الحلقية يعني احنا منذ أكثر من سنة احنا طالبنا بإنشائها وتكملتها، لأن مهمة جدا يعني تخفف من الزحامات، وقد تكون 50% 40%، بالتالي احنا راح نمنع انه دخول المركبات بكثرة إلى المركز. يعني بعض الطرق تضبط بين المحافظات يعني بدون ما يمر ببغداد، فهذه الطرق مهمة جدا. أكيد عندك مالها تنشئتها راح تكون انه نوع من الحل في فض الزخم المرور اللي موجود في العاصمة الحبيبة بغداد، خصوصا في جانبي الكرخ والرصافة. فلذلك حقيقة منذ أكثر من سنة طالبنا بإنشاء وتكملة الطرق الحلقية، هسه حاليا الطريق الحلقي الرابع جار العمل به، هذا أكيد راح يخففنا من الزحام، خصوصا يعني طريق الدورة، طرق البقية راح تكون بها حل، طريق حيوي وحل، يعني نتمنى إنه بقية الطرق تكمل حتى احنا بالتالي إنه نصب جهدنا في خدمة المواطنين. طيب حياك الله مجددا استاذ محمد الزيدي، نتحدث عن تجارب الطرق الحلقيه. هسه مروح بعيد وللخارج، تجربه اربيل، شايف الطريق الحلقي هسه ما اعرف اساميهن، يعني من المركز نبدا من ال 40 وال 60 وال 100 ويمكن هسه ال 120 بداوا يبنون ب، يعني هسه تنطي ناحيه عمرانيه للمدينه، تنطي استثماريه ايضا لما تكون هنالك استثمار لكل هذه المناطق النائية لما يربطها طريق حلقي، أيضا تحتي هسه احنا عندنا تجارب في بغداد، مدينة بسماية وغيرها من هذه المدن، إذا ما ربطت بطريق حلقي إيش قد من الممكن أن يؤدي لنا هذا الموضوع زيادة الاستثمار فضلا عن بقية المشاكل القديمة اللي تنحل. اغلب المقاولات اللي عم تشتغل الطرق الدستور لازم نعطيك
بدر واحزاب متفرقه وبرشلونه توافق الشركه ويشتغل بمقارات طرق الدستور. يعني هاي يفرض نفسه على الوزاره، وانت تشوف اليوم المدير ده يطلع يصرح كلام اليوم كيف هاي المبالغ متناقضه. طيب في المحافظه طيب خل اقاطعك استاذ محمد حتى في هذه جزئيه ناتيها. ينضم مع عبر الهاتف السيد المهندس حسين جاسم مدير عام دار الطرق والجسور في وزاره الاعمار والاسكان، حياك الله استاذ حسين. نتحدث عن هذه المشاريع، يعني مساهمتها في عمليه التنميه، توفير فرص عمل، لربما ايضا في مناطق العاصمه راح تاخذ مناحي أخرى إذا ما استحدثنا مسارات ونحدث مسارات هذه الطرق الحلقية. كيف تنظر إلى هذه الاستراتيجيات؟ حياك الله أستاذ العزيز وحيا الله مشاهدي القناة الكرام. كان يعني اتصالي أو دخولي على البرنامج في وقت متأخر فلم يعني أفهم السؤال. ما صارنا دقيقتين أخذنا الملف. هو نتحدث عن الطرق الحلقية وإنشائها في العاصمة بغداد، ايش قد من الممكن ان يساهم في التنميه المستدامه، يعني تغيير الصوره الجماليه لمحافظه بغداد. وتحدث لنا السيد المقدم حيدر محمد مجيد من اعلام مديريه المرور العامه عن تخفيف الزحامات. هسه نجي على جوانب اخرى ليس من قبيل الزحامات وانما حتى في المستقبل، كيف ستوفر هذه الطرق الحلقيه مآلات او اسهامات في التنميه المستدامه؟ بالتأكيد طبعا دائما المدن بحاجة إلى إنشاء مثل هذه الطرق لعدة أمور، يعني أهمها طبعا هو الموضوع تسهيل حركة النقل داخل حدود تلك المدن. فيما يتعلق ببغداد طبعا هناك ثلاث طرق أو أربع طرق حلقية موجودة فيها، تصاميمها الأساسية موجودة. الطرق الحلقية الثلاث الأولى يعني منفذ أجزاء منها وليست مكتملة، والحلقة الأهم هو الحلقة الرابع. نعم. اللي هو طوله تقريبا 96 كيلومتر. نعم. ويحتوي ويعبر نهر دجلة بجسرين، وكذلك يعني في أكثر من 18 تقاطع يعبر الطرق المهمة في جانبي الكرخ والرصافة، وايضا هناك جسور ثلاثه تعبر سكه القطار، وايضا جسر يعبر البحيره في منطقه القصور الرئاسيه خلف المطار. هذا المشروع هو من المشاريع الاستراتيجيه اذا ما نفذ في محافظه بغداد لعده اسباب. اولا مثل ما ذكرنا موضوع تسهيل حركه النقل داخل مدينة بغداد وكذلك خارج، يعني ربط بغداد بالمحافظات الشمالية والجنوبية دون المرور بمركز المحافظة أو بمركز العاصمة. الأمر اللي راح يسهل أو يقلل العبء اللي جاي يحصل الآن نتيجة مرور حركة النقل داخل حدود مدينة بغداد، يعني في طريقها إلى الشمال أو إلى الجنوب حسب حركة حسب الاتجاه المتجه إليه. يعني أستاذ حسين، يعني التصاميم والمخططات تم إدراجها ضمن موازنة 21 ولكن تأجلت لعدة سنوات، هسه من المؤمل أن تدرج ضمن موازنة 23. هل هنالك حراك حكومي من ضمن خطة وزارة الإعمار والإسكان أن تقدم ضمن البرنامج الحكومي في الحكومة الجديدة بأن تصر على يعني اقتراح أو تخصيص المبالغ اللازمة للطريق الحلق الرابع؟ نعم طبعا الطريق الحلق الرابع ما موجود هو سابقا مجرد يعني دراسة أولية، يعني لا توجد كشوفات ولا توجد أي تصاميم تفصيلية لهذا المشروع. في عام 21 طبعا هذا للمعلومة هذا الطريق ليست يعني مسؤوليته بالكامل على دائرتنا وعلى وزاره الاعمار والاسكان دائره الطرق والجسور، بل ان الجزء العام الاغلب منه ما يشكل 65% من المسار هو ضمن حدود امانه بغداد. لكن باعتبار ان التصميم لا يمكن تجزئته ومن المفترض ان ينفذ من قبل جهه واحده
وبالامكان تجزئه التنفيذ لاحقا في المراحل اللاحقه. تم توجيه كتاب من وزاره التخطيط في منتصف عام 21 الى الوزاره وبالذات دائره الطرق والجسور برؤيتنا بهذا الخصوص، واكدنا بهذا الراي بان موضوع التصميم لا يمكن تجزئته، والمفترض ان تقوم به احدى الجهات المعنيه، اما امانه بغداد او وزاره الاعمار والسكان دائره الطرق والجسور، لضروره توحيد التصميم. وهذا الاساس بدينا استعدادنا كدائره مختصه ان نقوم بمهام تصميم الطريق من خلال ادراجه في خطتنا، وايدت وزاره التخطيط هذا التوجه، وبالفعل ادرج في خطه دائرتنا بهذا المجال. اللي كون الطريق او هو من الطرق يعني ليس الطريق اعتيادي، وانما هو طريق بمواصفات عاليه. نعم. تم ادخال كثير من الفعاليات في هذا الطريق، منها انشاء ساحات للتبادل التجاري ومحطات استراحه، وكذلك مسار للباص السريع، لانه واحده من مشاكل بغداد هو عدم وجود النقل العام في هذه المدينه، اللي بسبب بانتشار النقل الخاص، وهذا اثر سلبا على يعني حركه على البيئه اولا، وعلى الحركه المروريه المكتظه بشكل ما نشهده. نعم. يوميا. اشكرك شكرا جزيلا. هذا. نعم. الامر يتطلب ان يكون هناك عد مروري دقيق لكل الطرق اللي تؤدي الى هذا المسار، وكذلك وجود المسار عد فيما يعني اكثر من 30 عام في دراسه. نعم. المكتب الاستشاري البريطاني متعاقد مع امانه بغداد في عام 1982 تقريبا. تمام. ومكتب سكوت ويلسون الانجليزي. نعم. وهذا المكتب عد مسار اولي دون وجود مسار تفصيلي ومخطط تفصيليه. طيب اشكرك شكرا جزيلا استاذ حسين جاسم. خلي اذهب الى ضيوف الكرام اذا تسمح لي. الاستاذ حسين جاسم مدير عام دائره الطرق والجسور في وزاره الاعمار والاسكان على هذه الاثراءات. استاذ حيدر نتحدث عن ما نوه الى الاستاذ حسين بانه محطات وساحات التبادل التجاري، الباص السريع، حتى السيارات الخصوص عندما تسلك هذا الطريق اللي ما يستدعي انه الدخول بالعاصمه، ايش قد من الممكن ان يوفر لنا اريحيه؟ لانه تعرف حضرتك الطاقه الاستيعابيه لعدد السيارات في بغداد اصبحت يعني ما توصف ولا تقارن. هذا المشكله هو احنا المشكله احنا كمديريه امور عامه، يعني البعض دائما اسهم يعني دائما توجهنا اسهم الانتقال الى مديريه المرور العام. المواطن حق، المواطن يوم يتجول بالشارع يشوف هذه الازدحامات المروريه حق، انه بالتالي هو يراجع مديريه المرور العام، اكو رسوم عليه حتى رسوم الطرق والجسور، فلذلك دائما يوجه اسهم الانتقال الى مديريه المرور العام على وجه التحديد، لانه احنا يحس انه هو احنا التماس المباشر معه. احنا نوهنا سابقا انه طريق الحلقه هذا مهم جدا، احنا يعني يمكن قبل سنتين كان اكو بي عمل وتوقف اذا تتذكر، وحاليا رجع العمل دي. هذا الطريق يعني مو كان ما تروح بطريقه ساعه او ساعه ونص، هذا الطريق احتمال ربع ساعه، اذا كان سالك ربع ساعه 10 دقائق راح ينقلك من الرصافه الى الكرخه ومن الكرخه الى الرصافه. فبالتالي راح تخف حتى على التقاطعات داخل مدينه بغداد، كل التقاطعات راح تكون عليها تخف عليها الازدحامات المروريه، بالتالي راح تكون هناك انسيابيه. حل هذا حل من الحلول اللي تكون اكيد بي مهمه جدا. انت من اليوم تفتح لي طريق انه يخفف لي 15 او 20 تقاطع او ينقلني من الكرخ الى الرصافه بدون ما امر بتقاطعات، فهذا مهم جدا انه راح يخفف لي مركبات الحمل مو فقط مركبات الخصوصي. طيب فهو مهم جدا. يعني احنا بحق السيد مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي سخر ووجه كل امكانياتنا بالتعاون مع كل الدوائر المعنيه، امانه بغداد الطرق والجسور وزاره الاسكان، تعاون معهم في كل الامور فيما يخص انشاء الطرق. استاذ محمد، المواطن يعني بمختلف مكوناته، عندنا الطالب يريد يوصل في وقته، الموظف قام يطلع قبل ساعتين، حتى سايق الاجره لما يفتر له اربع خمس ساعات ما ماخذ له كرو او كروتين، يعني هذه كلها لازم ان تكون حسابات لدى الدوله العراقيه بكل مؤسساتها. ادراج هذا الموضوع على موازنه 23 في الحكومه الجديده، ايش قد تتوقع اهميته؟ معلومه عن طرق الجسور وطرق الحلقه الجنوبيه، عندك معلومه عن طريق الاسفايه حق طارق حق بيار، عندك معلومه عن طريق الاسفايه حق
المبالغ مضبوطه على حد الصين سوى تحقيق حق الصين باقي دول العالم 5 مليار دولار، احنا صارفين مليار دولار خلال سنوات هم يسوون وهم يرجع يبصون وهم يشتغلون من جديد، عندك سريع الدوره، عندك بس مايه، عندك الاجاره معقوبه، عندك الخالص، يعني شغلهم كلش ردي استاذ يجي طيب استاذ حيدر، يعني ما اتحدث عن كل هذه التحديات، سرعه الانجاز وانجاز هكذا طريق، لما نوه انه المدير العام لدائره الطرق والجسور انه يجب ان يكون هنالك مده زمنيه وحصره في جهه واحده تنفيذيه حتى لا تكون هنالك تشتت باجراءات التنفيذ، اذا ما اقر في الموازنه ايش قد الوقت المخصص له، وهل راح يساهم مراحل الانجاز تلقي بعباء كبيره، راح نشهد قطوعات، راح نشهد انه يعني زخم ايضا لقطوعات اخرى وتؤدي الى زخم في تقاطعات مدة أخرى. الانجاز اكيد يعني هاي الجهه المعنيه والشركات المنفذه هي اللي تحددها، لكن كقطوعات احنا مستعدين انه دائما تحويل مسار، مستعدين الى التعاون التام معهم، اكيد انجاز هيش طريق مهم، احنا كمديريه المرور العامه احنا اكيد راح يساهم في حل لمشكلة الطرق ومشكلة الازدحامات المرورية، فأكيد كتعاون احنا متواجدين وياهم، تعاون أي شيء يحتاجه احنا مثل ما وجه السيد مدير المرور العام، هاي جهود الدولة كلها مكرسة وحقيقة من أجل إنجاح هذا الطريق. يعني مو فقط احنا يعني نتكلم به الأخ، يعني اكو عدة، الأستاذ محمد، عدة طرق هي مشخصة، يعني فعلا يعني طرق متهالكة بحاجة إلى اكساء وصيانه وجهود تبذل اكثر، يعني حقيقه هذه الطرق حتى جاي تسبب لنا بعض الحوادث المروريه، يعني جاي تلاحظ احنا الحوادث المروريه عده تكلمنا بها، ايضا بسبب رداءة الطرق جاي تصير عندنا حوادث مروريه في بغداد باقي المحافظات، المواطن حقه، نعم المواطن حقه، فاحنا يعني حقيقه الجهد اللي ان شاء الله انه يكون كل الجهد مصف في مصلحه المواطن من اجل اكساء الطرق وايضا انشاء الطرق الحلقيه اللي اكيد راح تخفف من الزخم المروري، وبالتالي هي خدمه المواطن، يوم المواطن ايضا يريد يطلع في طريق يكون الطريق مبلط، الطريق ما به تقصفات حتى بالتالي ما يسبب حادث مروري ولا يسبب عرقله بحركه السير والمرور. استاذ محمد، حركه السير والمرور والحوادث المروريه اللي تفضل عنها السيد المقدم، بالاضافه الى ما مؤمل انشاء في هذا الطرق من محطات او ساحات للتبادل التجاري، باص السريع، غيرها، ايش قد من الممكن هسه اذا صبرنا لنا فد 4-5 سنوات وتحقق هذا الانجاز، ايش قد من الممكن ان يخدم العاصمه بغداد؟ خاصه يعني ما وصلنا بشكل كامل استاذ محمد، يعني برداءة الانترنت، فنتمنى ايضا هم طريق حلقي رابع ولو وصلنا للجيل الخامس من الانترنت انه حتى تكون نسمعك بشكل جيد. استاذ حيدر، نتحدث عن هكذا استراتيجيات الدولة العراقية، لما نتحدث عن دولة بكل منظوماتها الحكومية التشريعية القضائية
لما تكون هنالك أفكار على المستوى المتوسط والبعيد تهدف إلى خدمة المواطن العراقي. هذا الموضوع إيش قد راح يخلي حتى أبو التاكسي من يصير عصبي مرات بتصادم مباشر مع رجل المرور، إيش قد من الممكن أنه الحياة تنتقل من مرحلة إلى مرحلة؟ أكيد طبعاً، يعني إحنا كمديرية المرور العامة قدمنا عدة مقترحات ودراسات، مقترحات مبنية على دراسات في مديرية المرور العامة حقيقة، يعني منها الآنية الحلول السريعة إحنا نسميها، ومنها حلول بعيدة المدى اللي هي يعني الإنفاق والجسور، إضافة جسور، إضافة مجسرات، واستعمال النقل النهر. هاي من الحلول الآنية يعني اللي قدمناها منذ أكثر من سنة. أيضاً يعني من ضمن مجمل الحلول الآنية اللي هي جت عن طريق دراسات، انه مثلا تقنين استيراد المركبات، نقصد بالتقنين مو ايقاف استيراد المركبات، تقنين يعني من ماركات المركبات المعروفه حتى يكون نحدد انه نسب دخول المركبات. ايضا ايقاف بيع الارقام من مديريه المرور العامه، ويكون فقط اليوم يريد استورد السياره لازم اسقط لها مركبه حتى نخفف من المركبات اللي موجوده، الزخم المرور اللي موجود عندنا، كثره المركبات والمركبات جاي نستوردها، وبالتالي مركبه جديده جاي تدخل يوميا عشرات الاف المركبات تسجل في مديريه المرور العامه. فلذلك احنا طالبنا انه يكون هناك حلول انيه، وايضا قدمنا دراسات فيما يخص الحلول يعني بعيده المدى اللي من ضمنها الكثير من التقاطعات في بغداد وباقي المحافظات، وعلى وجه الخصوص في بغداد في جانبي الكرخور والصافه بحاجه الى انفاق، بحاجه الى جسور، مجسرات جديده، ايضا بحاجه الى يعني استخدام الوسائل التكنولوجيه الحديثه حتى في مراقبه الطرق. يعني اليوم جاي نلاحظ الاستاذ محمد طرق الى موضوع انه رجل المرور مطالب بالمحاسبه، احنا هذا واجبنا هو تنظيم حركه السير والمرور وتطبيق القانون. لكن اكيد من يكون حركه السير والمرور بانسيابيه ومنتظمه، مو هاي الكثافات اللي عندنا، اكيد راح يكون توجهنا التالي الى توعيه سائقي المركبات وايضا محاسبه المخالفين حتى نحد بالتالي من الكثافات، وايضا بالتالي نحد من الحوادث المروريه. اشكرك شكرا جزيلا المقدم حيدر محمد مجيد من اعلام مديريه المرور العامه، اثريت الحوار في هذا الملف، والشكر كثير لحضرتك الاستاذ محمد الزيدي الناشط المدني، شكرا لهذه المداخلات، وشكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.